ما في القراءة بنتكلم في النقطة 3-1 اللي هي في المبادئ المتفق عليها. نعم. بيقول أنه شعبي إقليمي جبال النوبة ولاية غرب كردفان والفونج لهما الحق في ممارسة المشورة الشعبية من خلال استفتاء لتحديد وضعهم السياسي والإداري المستقبلي داخل السودان الموحد. وأيضا بيتكلم عن أن شعوب السودان لديها إرث وتطلعات مشتركة إلى آخره، كلام عام يعني. بعدين يتكلم عن إنشاء نظام حكم علماني ديمقراطي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي الإثني العرقي الديني اللغوي المساواة بين الجنسين للشعوب السودانية واعتماد آلية الاستفتاء كوسيلة من خلالها الحصول على آراء السودانيين بشأن القضايا الوطنية المصرية. دي كده بتنتهي المبادئ المتفق عليها. نعم. ما هي ملاحظاتكم على هذه النقاط؟ أول حاجة منو قال إنه جبال النوبة ولاية غرب كردفان والفونج إقليم أو إقليمين الحقيقة هما؟ هو بالمناسبة من البداية حاول أن يجعل للناس خلط، يتكلم عن إقليمين فيضع ديل بين غوسين عشان الناس يقولوا ديل إقليم ودارفور إقليم، لكنه في الأخير يضطر أنه يصرح أنه هو يعتبر جبال النوبة ولاية غرب كردفان والفونج يعتبرهم إقليمين، يعتبر ولاية جبال النوبة إقليم ويعتبر ولاية غرب كردفان والفونج إقليم آخر، بل هو يتكلم عن أنه لازم يكون في 8 أقاليم. هو بيتكلم عن جبال النوبة، بيتكلم عن جبال النوبة اللي هي في ولاية غرب كردفان إقليم والفونج براها إقليم. لا لا، هو بيتكلم عن يعني هو عامل سلاش على جبال النوبة لوحدها وولاية غرب كردفان والفونج دين حيكونوا إقليم. على كل حال يعني نفس لذلك قلنا نحن تكلمنا الآن في الملاحظة السابقة دي إنه هذه فيها رائحة إشعار الناس بإمكانية الانفصال وإمكانية إنه نحن والله يمكن أن نكون شعوبا، يمكن أن نكون. وذكر إنه الاستفتاء الشعبي لتقرير مصيرهم، تقرر مصيرك في شنو؟ تقرر مصير منو انت ذاته؟ حتقرر مصير منو؟ مصير الإقليمين ديل ولا مصير السودان ولا مصير جبال النوبة كلها؟ جبال النوبة غير المعترفة بك أصلا ممثلا. باش مهندس، اليوم أنا على قناعة كاملة أن أبناء جبال النوبة من المثقفين والذين نعرفهم تماما والذين عشنا معهم في مدن السودان المختلفة بالمناسبة من أقصى شرقه إلى أقصى غربي، من أقصى شمالي إلى أقصى جنوبي، عشنا معهم، شفت كيف؟ وزاملناهم. أنا على قناعة كاملة الحلو لا يمثل ولا حتى 10% منهم، الحلو يمثل حركته الشعبية فقط، قطاعه هو أيضا في الحركة الشعبية، حتى ما يمثل الحركة الشعبية كلها، يمثل فقط قطاعه في الحركة الشعبية، فلا حق له البتة بالمناسبة أن يقول والله تقرير مصير مش عارف كيف الشعوب السودانية ومش عارف. نحن يا أخوي شعب واحد ونحن سودان واحد، لن نسمح مرة أخرى. نحن الذي حصل في عهد الإنقاذ من فصل الجنوب كان بالنسبة إلينا خيانة بالمناسبة، مما ينبغي أن تحاسب عليه الإنقاذ اليوم، مش انقلاب 89. انقلاب 89 ده ما انقلاب وحصل ومشى، ودين وحصلت انقلابات قبله وغيره، جيبوا حاكم الناس كلهم من عبود وانت نازل، شفت كيف؟ ما في حاجة اسمها حاكم من 89. نحن نحاكمهم على ما حدث من قضايا مركزية واستراتيجية لهذا البلد، فصل الجنوب. انت تتكلم لي تاني عن فصل؟ تاني فصل ما في، تاني فصل ما في. وبالمناسبة انا على قناعة كاملة ان اخواننا في جبال النوبة الان قطعا يسمعوننا، انا على قناعة كاملة ان 90% من 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 اهلنا في جبال النوبة وفي غرب كردفان وفي الفونج لا يريدون الانفصال ولا الحلو بيمثلهم تمثيل كامل ولا غيره ولا غيره. الحلو يا اخي جايب لي واحد جعلي والثاني حلفاوي معاه عشان يقول نحن بنمثل النوبة؟ يا اخي النوبة لم 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 يعني تعقر رحمهم في ان يخرجوا قيادات تمثلهم التمثيل الحقيقي، تتكلم باسم النوبة في حاجتهم الحقيقية، شفت كيف؟ النوبة مش ما عندهم تقييم احتياجات ولا عندهم، بالعكس. وقبل ايام كان هناك وقفة احتجاجية ل النوبة داخل الخطوم ومطالبين بإطلاق سراح تلفون كوكو وغيره. وأنا من هنا أرسل رسالة في الحقيقة للحكومة، وأرسل رسالة قبل الحكومة بالمناسبة لأهلنا في جبال النوبة، أين أنتم؟ أين أنتم؟ لماذا يتكلم عنكم محمد جلال هاشم ولا يتكلم عنكم الحلو ولا يتكلم عنكم أي واحد؟ لماذا؟ أين أنتم؟